السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة خطيرة جدا في التزوير، بتديله صورة وتقول له حرك لي الصورة دي في شكل معين. يعني على سبيل المثال مثلا صورة الأسد دي، هبدأ إيه، حرك الجزء ده هنا والجزء ده هنا، فيبان كأن هو بيفتح بقه هنا، خليه كأن هو مثلا بيبتسم وهكذا. فتبدأ إن أنت تغير الصور بأسلوب سهل جدا. يعني زمان عشان تعملها كانت بتاخد منك مجهود عملاق، دلوقتي الموضوع بقى كله بالذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نشوفها مع بعض. هاجينج فيس ده موقع بيستضيف كل الافكار الجديده، تمام. طيب كل اللي انا عليا ان انا هضيف بوينت معينه، تمام، يعني مثلا ادي من هنا لهنا، فيبدا ان هو يعمل دراسه للتحريك، مثلا القدم مثلا من هنا لهنا وهكذا، تمام. وتقدر تختار السرعه واقول له ستارت، هتفاجئ ان هو في ثواني بدأ يدرس الايد تتحرك ازاي، ويبدأ ان هو يحركها، والقدم برضو كذلك تبدأ انها تتحرك. طيب هو كل شوية بيغير الشخصيات، اقول له ستوب ونختار شخصية تانية مثلا وليكن الكلب دوت. ممكن بقى اتحرك مثلا بقه مثلا هات بوينت، واقول له مثلا من هنا لهنا. ممكن اقول له اد بوينت ونبدا نحرك مثلا الشكل ده الودن مثلا، وبعد كده نقول له ستارت، فيبدا في خلال يعني 3 ثواني 4 ثواني يعمل لنا الحركه ديت. تمام، خلي بالك ان كل اللي حواليه بيتحرك معاه في نفس الحركه، يعني مش تمام، تحس ان في حاجة غريبة، ممكن برضه تأثر في العين، تأثر في كل حاجة انت عايزها. الميزة زي ما انت شايف انها اداة مجانية، تقدر تشتغل عليها زي ما انت عايزها.